السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم كاملين في حصة جديدة من حصص تيكنوفورنيت. حصة اليوم يا إخواني الأكارم تعتمد على كيفية تشغيل ريموت كنترول فقط ببطارية واحدة. نعم، هذا الشرح يعني أو هذه التجربة هي ناجحة 100%، وسبق لي أن شاهدتها في إحدى الفيديوهات على اليوتيوب، لكن هناك ملاحظة ونقطة جد مهمة وجب علي أن أتطرق لها. فإذا كنت تتوفر على ريموت كنترول خاصة بجهاز التلفاز من النوع الأصلي، يعني عندما تحتوي على نسخة أصلية للريموت كنترول، يعني أصدرت مع التلفاز أو اقتنيتها مع التلفاز أو وجدتها مع التلفاز، فلا يمكن من خلالها أن تنجح هذه التجربة، هذه عن تجربتي الخاصة. أما إذا كنت تتوفر على ريموت كنترول يعني صينية الصنع أو لريموت كنترول غير أصلية أو يعني رخيصة التكلفة، يمكن من خلال هذه التجربة التي سأقوم بها أمامكم الآن من تشغيلها فقط ببطارية واحدة. كيف ذلك؟ تابعوا معي هذا الشرح. أول شيء وجب علي أن أتوفر على قطعة ألومنيوم، يعني أقوم بتدويرها إلى أن تصبح يعني بحجم البطارية تماما، يعني كما تشاهدون. ثم بعد ذلك سأقوم فقط بإدراج البطارية الأولى في هذه الجهة، ثم جزء الألومنيوم سأقوم بتركيبه على هذه الكيفية، يعني على الأجزاء الموصلة من الموجب والسالب، ثم بعد ذلك سوف نجربها مباشرة في الريسيفر. ما قمنا بالتجربة يعني كما تشاهدون، جزء فيه الورق ألومنيوم وجزء فيه بطارية. بعد ذلك إخواني الأكارم سوف أقوم بالعمل، يعني كما تشاهدون، يعني أبحث على القناة، يعني أقوم بالتصعيد وكذلك تنزيل، خروج بالدخول إلى القائمة، كذلك إلى القائمة الرئيسية وما إلى غير ذلك. للإشارة فقط وكما قلت لكم إخواني الأكارم أن هذه التجربة تعتمد فقط على ريموت كنترول الغير الأصلية. وأتمنى بهذا الشرح إخواني الأكارم إذا أعجبكم لا تنسوا أن تشاركونه مع أصدقائكم للمزيد من الشروحات التقنية، ولا تنسوا طبعا تحليل الكنسيدي أول زيارة لكم، سبسكرايب كافية لتشجيعي لتقديم الأفضل. إلى اللقاء.